الله يسلمك ان ياخرون المجلس يعني خلونا يصوت على المتقاعدين وعلى الميزانيات ويقفل ويرجع، ايش رايك بالفكره؟ طبعا مو صحيح، الحكومه مستقيله خلاص ما يجوز حسب الدستور، رئيس وزراء مطروح في الثقه ما يجوز يعود، اما ان يعين رئيس وزراء اخر او يحل بس المجلس. استاذ القانون الفيلي قال يجوز والعنزي واحد، مو صحيح نحترم رايهم، تحترم رايهم بس راينا مو صحيح. استاذ المقاطع شنو رايه؟ حتى الحلول غير السورية طلعوا، والحمود شنو رايه؟ ما ادري بس كلهم قلت هذا الشيء، اغلب السوريين لا، بس هو لا الحين الشخص بعد خالد يجوز يرجع بتشكيل جديد رئيس، ما يجوز الدستور ما يمنع، ما يجوز لا شو الماده طلع من الكل تمنع هذا حايل عند الدستور، ماده 102 منعت هذا الشيء. ليش رئيس وزراء اذا طرح في الثقه الامير عنده حلين، يا انه يعين رئيس وزراء جديد او بس هو ما طرح رسمي ارقام بس لا طرح تم استجوابه لا بس طال عمرك يعني ما صوتوا هو تهرب وهذا التهرب لا ما تهرب يعني هي كانت الناخبين و والنواب بعضهم يعني بس هو أداء جيد أنا أشوف شنو الأخطاء اللي عنده طال عمرك؟ عنده أخطاء مثل شنو؟ ودين في الاستجواب خاصة فيما يخص التحويلات الخارجية اللي رفض الإجابة عليها، تحويلات أيام الحكومة لا بعهده وحسابات باسمه ورفض يجيب عليها هذه أداء السياسة الخارجية صعب الكشف عنها لا مو صعب، هذا أموال الشعب الكويتي لا انت يعني حتى لما انت بتواجه عدو يعني يكشفها لازم يكون شغلك وهمي ما يصير يعني المكشوف لا يعني حتى بالغزو صدامي مو صحيح، حتى اللي بالغزو تم اللي سرقوا النقلات وقدموا للمحاكمات لا قصدي وقتها لما فتحنا قناه السويس وغاده همه وبالنهايه انت كنت رئيس جمعيه القادسيه، وين الدي اي؟ والله تركنا الجمعيات لكن ان شاء الله ماكو مشكله يعني لو الحين طرح عليك وزير الشؤون تقبل؟ لا ما اقبل، الله المستعان. يا رب يعني بعد في وقت، والله افكارك حلوه انت ان شاء الله. ليش كلهم جروب نزلوا ولا انت وكنا منو اللي غيركم ما نزل؟ انت والسعدون؟ لا اللي ما نزلوا انت والسعدون السلطان يحيى في مجموعه ما نزلت يعني لو صار تنزلون هالمره بصوت الواحد؟ بصوت الواحد لا نفس الصقر انت محمد الصقر كذي. يلا شكرا، حياك الله، موفقين ان شاء الله، حياك الله، افكار حلوه.